بسم الله. دلوقتي لو انا عندي اختيار بالشكل دوت، عايز اعدل السلم بنسحب كده. طيب لو انا عندي الريلينج ده عايز يتعدل، تمام. يعني هو دلوقتي واقف لحد هنا، انا عايز اخليه يمد شويه. اعمل ايه؟ تمام، هاجي ارسم سيكشن، اخرج من الفار ارسم سيكشن، نقعد عن سيكشن في الحته دي كده، جو تو فيو، تمام. نقدر نعدل فيه دوت. هقول له انا عايز مثلا الجزء ده، هقول له تاب عشان اعمل سيلكت على ده بس، تمام. بعد كده هقول له edit reel، تمام، بيديني المسار، تمام. انا هقول له edit bus وابدأ اكمل انا الباص دوت زي ما انا عايز بالشكل دوت. ممكن ارسم على edit post مثلا، الشكل دوت، تمام. وتقدر تقول له edit rail join، تختار اي نقطة مثلا فيها اتصال وتغير نوع الوصلة ديت، تخليها مثلا فيلت مثلا 20، تقول له موافق. هو زاوية الفيلت مش موافق عليها، اقول له موافق فيعمل لك الريل بالشكل دوت. يعني تقدر تشكله زي ما انت عايز.